طيب تعالوا مع حضراتكم نخش على حصاد الجولة الأولى من الدوري المصري. حضرتكم عارفين طبعاً طبعاً النادي الأهلي دخل الموسم دوت وهو بطل المسابقة في الموسم الماضي، عينه طبعاً على اللقب بشكل كبير جداً، وبيخش المسابقة ديت زي ما بقول لحضراتكم بخمس وجوه جديدة، مش جديدة يعني في ثلاث وجوه، أو يعني بنتكلم على إمام عاشور، بنتكلم على رضا سليم وموديست، وطبعاً عودة المعارين صلاح محسن أو كريم ند. صفقات على مستوى أنتوني موديس طبعا، الرائع رضا سليم، الرائع إمام عاشور، بجانب عودة طبعا الإعارة على مستوى صلاح محسن وكريم ند. شوية أرقام سريعة كده في النسخة رقم 65 للدوري المصري بقولها لحضراتكم، بيشارك فيها 18 فريق كالعادة. الأهلي طبعا سيد هذه المسابقة الحقيقة، الأكثر تتويجا ب 43 لقب. في اثنين لعيبة الموسم ده عدوا سن الأربعين، هم طبعا مدافع الداخلية محمد نجيب وحارس المرمى لبيراميدز شريف إكرامي، الاثنين طبعا كانوا نجوم سابقين في النادي الأهلي. حضراتكم عارفين طبعا ان الهداف التاريخي لمسابقة الدوري النجم الراحل الكبير الكابتن حسن الشاذلي مهاجم الشواكيش ب 173 هدف خلال مشواره مع في الدوري المصري. على صعيد التدريب عندنا الموسم ده 12 مدرب مصري، الحقيقه عدد لا بأس به من المدربين المصريين، عندنا 6 اجانب، والاجانب يمكن المدرسه البرتغاليه يعني هي الاكثر تواجدا في الدوري المصري، لكن بواقع طبعا انت بتتكلم على 12 مدير فني مصري، عندك 6 اجانب منهم 3 برتغاليين. ريكاردو طبعا اللي تولى تدريب مودرن فيوتشر، اللي سبق ليه طبعا العمل كمساعد مع جوزيه مورينيو، وعمل كمان في المان يونايتد وتوتنهام، وباتشيكو طبعا المدير الفني لبيراميدز، وعندنا برونو روماو ده المدير الفني لفريق فاركو، وطبعا ده بجانب مدربنا مارسيل كولر المدير الفني لنادي الاهلي، والكولومبي اوسيريو المدير الفني لنادي الزمالك، وعندنا بابا فاسيليو ده متواجد من الموسم اللي فات مع فريق البنك الاهلي. طيب زي النهارده زي ما قلت لحضراتكم في حلقتنا عندنا كلام كتير عن النادي الاهلي، الحقيقه انطلاق الدوري شكله هيكون عامل ازاي، الاسبوع دوت هيكون ماشي ازاي، من لغه الارقام كمان الحقيقه بتكون عامل مهم جدا. عندنا زميلنا طبعا الناقد الرياضي ايهاب الجنيدي محضر لنا ارقام مميزه جدا جدا في حصاد الاسبوع الاول من الدوري المصري، هيكون لينا فقره حواريه كمان مع 2 نجوم كبار على مستوى نجوم النادي الاهلي، الكابتن محمد حشيش والكابتن عمرو الحديدي، غير كمان عندنا فقره تحكيميه مميزه مع كابتننا والخبير التحكيمي ناصر عباس، يعني مهمه جدا هذه الفقره هتكون ان شاء الله في نهايه حلقتنا، هنشوف رايه في التحكيم و الإجادة التحكيمية على مستوى الجولة الأولى من الدوري. كابتن ناصر عباس خبير عنده الحقيقة كلام بيبقى كتير جدا جدا، ويبقى بتبقى فقرة الحقيقة الناس كتير جدا من الحكام بتنتظر هذه الفقرة، إن شاء الله تكون فقرة مميزة. ناخد بقى نتائج الجولة الأولى من الدوري المصري، نراجع مع حضراتكم النتائج على الشاشة. طلائع الجيش والفوز بثنائية أمام البنك الأهلي، زد أول فوز في الدوري المصري الممتاز ب 1-0 أمام نادي الإسماعيلي، نادي الأهلي الفوز الأكبر في هذه الجولة برباعية أمام النادي المصري، داخلية الفوز 1-0 على إنبي، المقاولين العرب والهزيمة أمام بلدية المحلة الوافد الجديد منذ فترة طويلة جدا، يعني بلدية المحلة تعود إلى دوري الأضواء بفوز 2-0 على المقاولين، سموحة تعادل 1-1 مع الجونة، فاركو هزيم أمام مودرن فيوتشر بثنائيه نظيفه، الاتحاد السكندري والفوز 1-0 على سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز والتعادل امام نادي الزمالك 2-2. نشوف لقاءات الجوله كمان الثانيه، دي لقاءات الجوله الثانيه، البنك الاهلي امام فيوتشر ده هيكون ان شاء الله يوم الاثنين، البنك الاهلي امام بيراميدز، الزمالك امام المقاولين العرب، يوم الثلاث هيكون بلديه المحله امام سموحه، وفيوتشر امام الداخليه. يوم الأربع إنبي أمام طلائع الجيش، الجونة هتلاعب زد، سيراميكا كليوباترا طبعا دي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي بسبب طبعا البطولة الأفريقية. الخميس إن شاء الله المصري مع فاركو، والإسماعيلي مع الاتحاد، مباراة كبيرة جدا على مستوى الناديين.